واحد من اساطير النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي وواحد من الجنود المجهوله في النادي الاهلي، كابتننا الكبير الكابتن طارق الغنام المدير الاداري لفريق الباسكت بالنادي الاهلي. كابتن طارق مليون مبروك، فرحه كبيره جدا، بطوله بتدخل دولاب بطولات النادي الاهلي لاول مره في تاريخ النادي الاهلي البطوله العربيه، مجهود كبير جدا على مدار البطوله ومجهود ليكم كجهاز فني النهارده بيكلل بالانتصار والفوز بالبطوله. طبعا بطوله عربيه اولى النادي الاهلي تضاف الى بطولات النادي الاهلي، بشكر ربنا الحمد لله جدا جدا، بشكر اللعيبه الرجاله فعلا قد المسؤوليه، يعني بقول لهم ان شاء الله مزيد بالبطولات باذن الله والتوفيق باذن الله رب العالمين. كابتن طارق، فريق اتعمل له احلال وتجديد على مدار الموسمين، دعمته بعناصر شابه، اعتمدته على ابناء قطاع الناشئين اللي كتير منهم اتدرب تحت ايد كباتننا موجودين في الاستوديو التحليلي، النهارده بتجنوا ثمار هذا مع دعم من مجلس اداره النادي الاهلي، مع شغل فني اللي عامله المدير الفني، شفنا النادي الاهلي شرس دفاعيا، شفنا الروتيشن اللي اتعمل في الكوارتر الاول والكوارتر الثاني. طبعا اي حاجه اي مكسب بيبقى وراه حاجات كتير قوي وشغل كتير قوي، ومهما اتكلمت ومهما قلت مين ومين كل بيبقى دور، كل واحد ليه دور، والصراحه احنا كان ناقصنا شويه حاجات قدرنا نكملها. وطبعا موضوع اللعيبه الناشئين ده مهم جدا بالنسبه لنا، لانها اضافه بتضيف لناديك وبتضيف لربنا يكرمهم ويضيفوا لنفسهم ولدولابهم بطولات اكتر من كده. وطبعا بشكر كابتن اوجستي او كوتش اوجستي، صراحه يعني فعلا مدرب قامه الواحد يمكن ما تعملش معاه بقاله يعني هي فتره قريبه، بس صراحه مدرب يعني فكر جديد مش متعودين عليه، بس صراحه مش عايز اقول الحمد لله مبروك يعني. ويعني انا بقالي كتير في النادي الاهلي صراحه، في حاجات كده كنت دايما بتبقى مش موجوده عندنا بس شفتها الفترة دي صراحة، وبشكر اللعيبة كلها، اللعيبة رجالة رجالة رجالة، وأول مرة أشوف إصرار على الفوز من أول ماتش، ونكران للذات كان عندنا مشكلة في الحاجات دي، بس الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا. عايز أختم معاك لأن أنا عاجبني أنت بتتكلم من كلام من القلب، قلت عندنا أخطاء عندنا حاجات، كواحد من أبناء النادي بتتكلم من القلب وأكيد الجمهور لامس هذا الأمر والجمهور مقدر هذا ده يا كابتن طارق. أكيد أنا يعني يمكن لعبت في النادي كتير ومش هقول ان احنا طول عمرنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط، لا اكيد في صح وفي غلط بنصحح، ورب اذا ما كانش ربنا اراد وما ضفتش كلاعب ربنا يكرمنا ونضيف كاداريين او كجهاز اداري او كمديرين فنيين ايا كان، المهم نخدم النادي الاهلي تحت اي ظرف ودي اهم حاجه الحمد لله رب العالمين.